هكذا ارى. كده اشتغل. حبيبتي شرطة مايلة فراغ واكتب ليه حروف اسمك، ما وانت في قلبي ساكنة القلب عارفة قصتي وحالي. ايوه. ومين غيرك في قلبي اكتب له مرسالي، يا ما في نفسي تيجي القلب وتحني، ولازم تعرفي اني لنا عفريت. ايوه. ولا جني طبعا بحبك، بس ايه ده اقصر كتير مني، فمش هقدر مش هقدر الله. أيوة. اجيب لك من الدهب كفه ومن الياقوت كفه، واجيب الوالي في الزفه، واجيب لك بيت يموت القطر لو لف في حماه لفه. كفايه اني بحبك موت، وحب الناس ندامه وعار، وحبي عكسهم عفه، ولو ترضي فعندي شروط. انا طبعا بحبك موت، ولكن برضه ليا شروط. انا عايزك تكوني في الوريد دمي، وتبقي في عقلنا همي، وتبقي ورد جوه القلب غيري يشوفه يتحسر ولا يشمه. وعايز رمسك الجارح، رمسك الجارح صراط صراط يجرح فؤاد غيري ما يرحمش، وانا اجيلك اعدي فوق صراط رمشك ولا اخافش. وحتى لو وقعت في يوم من الخضة هقع في عينيك واتوضى، واصلي ركعتين لله وامشي، لنا طماع ولا بطبع الانانية، جناين قلبي لح تفضل. ولو طال البعاد بحبك قلتها بالكسرة، نفسي اسمعها بالفتحة. أنا نقول تاني؟ تاني نقول تاني. أدفع نص عمري وأشوفك أي حد بس ثانية، وأدفع عمري كله وأضمك حتى ثانية، لكن يا روحي يا روحي معرفش ليه أنا اللي بهرب من روحي وروحي فيه، وتاري نصيبي بيقول يا حبيبي مكتوب ابقى جنبك وبلمس ايديه. حبيبتي اذا اردت ان تعرفي مقدار حبي لك، فحاولي ان تمسكي بقطرات المطر، فما مسكتي به فهو حبك لي، وان لم تستطيعي فهو حبي لك. نفسي طلعهولك وتشوفيه، وتشوفي حجمه وتحسي بيه، ده قلبي مش اللي بالك فيه. سلام عليكم.